وثيقة ساقطة وليس من حق أحد أن يصدرها، ولا المجلس العسكري ولا الحكومة. كل هذا الكلام ممكن جدا أنا أقول الكلام ده الحقيقة يبقى مقبول مني، لكن من الدكتور سليم العوض تحديدا والقوى الإسلامية الأخرى التي تدعي ليه تحديدا دكتور العوض ما ينفعوش. ليه ما ينفعوش يقولوا كده؟ أولا لأنهم هم مضوا على البندين، مضوا في لقاء مع الفريق سامي عنان على البندين اللي احنا اعترضنا عليهم قبل ما هم يعترضوا عليهم بتوع القوات المسلحة. إذن هم موافقين على دي، مش ما عندهمش مشكلة في الموضوع ده. ثانيا يعني هم مضوا على البندين دول على بصياغتهم اللي قبل ما تتعدل. نعم. صياغتهم اللي هي يعني استفزت الناس، قطاعات كبيرة من الناس، وقالوا دولة داخل الدولة وإلى آخر، بس لأن الجماعة الإخوان المسلمين نفسهم دولة داخل الدولة. أنا كتبت وقلت علنا أنه يبدو المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد أن يعني يتمتع بنفس ما تتمتع به جماعة الإخوان المسلمين. نحن لا نعرف، لا نرى، لا حد يعني. هم هل من حقهم يتكلموا على رقابة؟ إحنا من حقنا نتكلم عن رقابة أي هيئة في الدولة بما فيها حتى الجيش، لكن هم من حقهم يقولوا هذا الكلام؟ وهم لا أحد يراقب ميزانيتهم، لا نعرف ميزانيتهم، لا يخضعوا لأي قانون، لا يخضعوا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.